مرحبا بمشاهدي سي تي في على قناة تونسنا. الليلة باش نرجعوا على ترشح النادي الافريقي لدوري المجموعات في كأس الكاف بعد غياب 6 سنوات منذ سنة 2011. أيضا باش نرجعوا على البطولة الوطنية والمباراة القادمة للنادي الافريقي أمام نجم البتلوي نهار الأربعاء 19 أفريل 4:30 نتاع العشية. أيضا باش نرجعوا على باركور النادي الافريقي في كأس الكاف، 3 مباريات 3 انتصارات وأيضا انتصار بالغياب على الفريق السيشيلي. باش نرجعوا على كل هذه التفاصيل مع ضيوفي الكرام. نبدا بضيف القديم الجديد في الخطه، نحكي الناطق الرسمي نادي الافريقي رشيد الزمري. مرحبا بك. يعيشك، مرحبا بك وشكرا على الاستضافه. مرحبا بكافه الحضور، سي خالد، سي سلاح، سي لبيب، بك انت بتبيع اخوي محمد هادي، بكافه المشاهدين وكا والله ولا توفيق. عوده ميمونه لحظيره النادي الافريقي كناطق رسمي. اذا خالد التويتي اللاعب السابق للنادي الافريقي، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكافة الحضور ومرحبا بالمشاهدين. ونحب فما حاجة محمد الهادي من دار النادي الافريقي، نحب نعزيه واهل خونا حبيب ياقوتة الله يرحمه وينعمه، وليد صاحب الكوارجيل الكل محمد الهادي، لي هوند بولور لي فوت بولور وصحاب من الجمعيات الكل الله يرحمه وينعمه. مصيبة، إن شاء الله ربي يصبر أهله وعائلته. إذا لله وإنا إليه راجعين. أيضا قناة تونسنا تعزي كافة الأسرة الموسعة لحبيب ياقوت. أيضا معنا الحارس السابق النادي الإفريقي والحارس الدولي سي صلاح الفاسي، مرحبا بك. السلام محمد الهادي. نفس الشيء كما قال خالد، نحب نعزي أهل حبيب ياقوت، أنا صاحبي وأخويا وزميل الطفولة معناتها ولحومتي معناتها في الواحد، كل يوم برسك مع بعضنا احنا المدة هذه كل مع بعضنا، تقول يودع قاعد كل يوم الصباح نتقابل انا وياه ونتقابل انا وياه وفوزي كولسون في معناتها في الحومه في القهوه ونقعد ونحكي وما فما حتى شيء، فهمت ربي العظيم صدمه صارت الناس الكل. نحب نعزي على كل حال العائله نتاعو فهمت والفريق نتاعو الاولاني نادي البريد التونسي ونجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي. نحب نعزي عائلته قبل كل شيء، خواته والعائله كلها فهمت، خواته واصحابي والكل. ايضا مع زميلنا فرد حومه راهو حاتم عماره، حاتم عماره وحبيب وحبيب وانت سلاح هذا اللي يقعد في الرياضه اكيد زميلنا لبيب الصغير. مرحبا مرحبا محمد هادي، مساء الخير، تحيه لكل مشاهدينا الكرام، تحيه لرشيد الخالد سلاح، وان شاء الله نتبعوا سهريه رائقه. وايضا نقول تعزينا الحاره لعائله الحبيب ياقوتة، فقيد الرياضه التونسيه، فقيد كره اليد التونسيه. اكيد تو برشا من الجيل الجديد ما يعرفوش الحبيب ياقوتة كيفاش كان اسد في المرمى نتاعو بكل صراحه، واكبر دليل معناها فوزه بزوز بطولات افريقيه مع المنتخب الوطني لكره اليد، ربي يرحمه وينعمه ويصبر عائلته. واضح. تبدو بالخبر الاخير اللي جانا اليوم العشيه، تعيين رشيد الزمرلي في خطه ناطق رسمي وعوده من جديد لهذه الخطه. رشيد، اليوم تم تعيينك رسميا في بلاغ رسمي. اي صحيح. زاد انا بدي سامحوني خاطر من الاول معناتها كلمه الافتتاح، انا بدي نحب نعزي العائله الموسعه تاع كره اليد باسمي وباسم هيئه النادي الافريقي ورئيس النادي الافريقي السيد سليم الرياحي. نحب نعزي وعائله الفقيد، فقيد كره اليد والرياضه التونسيه حبيب ياقوتة، وكهو ذيك الدنيا، وان شاء الله ربي يصبر اهله ويصبر كافه العائله الرياضيه. رجوعك للخطه، خطه ناطق رسمي للنادي الافريقي. والله شوف، انا عمري ما اعتبرت روحي بعدت على الكلوب افريكان، صحيح يمكن في الريسبونسابيليتي يمكن نقصت المسؤوليه، كنت ديما قريب للنادي الافريقي وذيك سنه الحياه معناتها كان يستدعي يمكن في انطلاق الموسم كانوا تصير هيكله جديده. قعدت معناتها هذاك لا يفسد الود قضيه وقعدنا على اتصال دائم، معناتها قعدنا على اتصال دائم مع سي سليم الرياحي وكفت حتى مع اعضاء الهيئه اللي موجودين معنا حاليا في النادي الافريقي، مع عده اعضاء منهم انا باتصال دائم معهم. ونهار اللي النادي الافريقي قال لي معناتها جات معناتها الامكانيه باش نعاود نرجع للخطه القديمه نتاعي، معناتها بدون تردد للامانه هذيك جمعيتي ونحاولوا نخدمها من اي مكان، كو سوا احنا عندنا مسؤوليه ولا ما عندناش. باش نرجع للبيب خاطر يتعامل برشا معنا رشيد الزمري كعالمين من افضل المنسقين وايضا ناطق في هذه الخطه كناطق رسمي، يتعامل مع الصحفيين ديما الهدف نتاعو محلول وديما يتعامل معنا لبيب. بكل صراحه فقدناه في الاشهر الفارطه، وفما ممكن همزه وصل كانت مفقوده بين الاعلاميين والنادي الافريقي ممكن في المده الاخيره، هذا دون التنقيص يعني من الناطق الرسمي انس بن مالك معناها قام بواجبه، لكن ديما رشيد بكل صراحه نقولوها وانه كان
اقرب للصحفيين يمد المعلومه حتى كان يلقى معناها اتصال هاتفي يرجع لك. وهذا المفقود راه في النادي الافريقي. انا نقول هو الترجي تونسي هذوما زوز فرق الكبيره نتاع العاصمه عندهم مشكله اتصاليه كبيره عكس النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي السيرسي. لازم نعطيه حق زاده النادي السيرسي عشان نحكي على الغرب على الكبار اللي معناها موجودين في اعلى ترتيب ديما يلعبوا من اجل الالقاب اللي ممكن المعلومه سهله وعندهم ناطق رسمي وتنجم تتحصل على المعلومه. ان شاء الله بعوده رشيد ان شاء الله يعود التواصل وتعود المعلومه لانه المعلومه راهي مش للصحفيين، لجمهور النادي الافريقي قبل كل شيء. هو اللي يستنى في اخبار فريقه ويستنى في اخبار صحيحه لانه الاشاعات خاصه تكثر في المده الاخيره وتنجم تدخل بلبله على الفريق وتدخل بلبله حتى على الجمهور. لازم يكون مصدر يعطيك المعلومه الصحيحه والثابتة باش توصل المصدرها توصل للناس اللي تلوج عليها اللي هي احباء نادي الفريق. عودة ميمونة وان شاء الله بالتوفيق. فما حاجة نتصور شيء البريود هذيا اللي مشى وهاو جا خسرها كان ينجم بيعمل اكسبيريونس خير كولا لي رشيد معناها كان قاعد شوف شوف انا عندي ديما مبدا لكونه المسؤوليه سيفري كي تخدم معناتها في الاستمراريه معناتها تكسب اكثر خبره وتبلى بلاستك اكثر سيفري لاعب كوره ولا لكن مسؤول لكن ديما نعتبر اللي مادام واحد متواجد في العائله نتاع نادي الفريق في اي مكان. ماشي انت ناجي نقول لك يا رشيد ماناش نحكيو في الكونتكست هذاك. انا نعرفك ملي كنت في الفيراج تاع الكلوب. صحيح انا نعرفك ملي في الفيراج تاع الكلوب. اما لا فما حاجات حبيت نقولهم انا اليوم في الكلوب افريكان فما يلزمناش نضيعوا برشا وقت كما مثلا في برشا حاجات نخسروا عبيد كي نخسروهم تو رشيد الزمرلي البريود اللي ما عديتهاش في الكلوب كان قعدت معديها في الكلوب نتصور انا اليوم روعان رشيد الزمرلي ديمونسيون اخرى تو اليوم رجع اذا مرحبا به لكن حبيت لك تضيع الوقت. لا شوف راه الفتره اللي فاتت وانا كنت والله كنت مساندها الفكره. الفتره اللي فاتت كانت تحتاج تغيير معناتها في الوجوه بحكم معناتها الفتره نتاع الانتقادات اللي طالت الهيئه في اخر الموسم الفارط وكل وانا كنت سندها الفكره الحق ويمكن هذوكم الاسباب اللي خلات النتائج تتحسن في بدايه الموسم. اليوم بون الحمد لله معناها واحد ديما موجود وديما قريب وهذيك سنه الحياه راه في الكره مسؤولين تاع جمعيه الكل معناتها الدور ما ثماش معناتها مسؤول اللي قعد وطن معناها في بلاصه لكن فوالا نهارت لي واحد جمعيه حتى وقفه التامل زادت تكون باهيه حتى باهيه صحيح باهيه وتاخذ منها برشا عبر وتحاول تتحسن في عده امور. نشاهدوا بعض من كواليس مباراه نادي الافريقي وبور لويس الموريسي يشاهدوا هذه الصور ثم نعود. سي فؤاد صافا عايش ميرسي. هاي البلوزة ممتازة. أجواء كبيرة سبقت المباراة هذه مباراة نادي الإفريقي وبور لوي الموريسي. أجواء أيضا حتى من الفريق الموريسي اللي جاء لتونس هو صحيح جاء بزي واحد باش نحكيو على الأشياء هذه كلها في حصتنا اليوم. سي صحيح أجواء كبيرة تسبق المباراة هذه حضور الجماهير وأيضا تشجيع الجماهير وكواليس كانت ممتازة تسبق المباراة الأخيرة قبل دوري المجموعات. هي عندنا فترة معناتها قصيرة بعدنا شوية على الكوب دافريك وفما فرق أخرين خذوا علينا الإسباقية في تونس
وتوا رجعت كلوب افريكان بشويه بشويه، فهمت خاطر كانت عندنا ملعبيه وجيت ملعبيه اخرى توا في الوقت الحاضر. ونحس ان الجروب هذا الموجود في الوقت الحاضر فيه روح، ما تحس فما روح نتاع صغر نتاع فما اموجين كيف فما الكبار وفما الصغار، ونحكي على الصغار بصفه خاصه خاطر المونك دي اكسبيريونس. توا في الوقت الحاضر دخلت الملعبيه بصراحه في ريتم قوي من الماتش الاولاني، كنت تفكرش قبل الماتش وبعد الفريق الاخر معناتها ما عمل فورفيه في الماتش الاولاني. الماتش الثاني شفت معناتها الكلوب من ماتش لماتش معناتها فما تحسن نتاع المردود نتاع الملعبيه بالكدا بالكدا. الحقيقه الكلوب الافريكان ماشي في ثنيه صحيحه، انا نشوف ان شاء الله يكملوا هكا الاولاد. اجواء تسبق المباراه هذه اجواء كنا نشاهدوا في سوار من جانب النادي الافريقي وايضا من الفريق الموريسي رشيد، اجواء كانت متميزه بين زوز فرق. كما كان يقول سي سلاح سي تري امبورتون لكونك لكونك تعاود ترجع الساحه الافريقيه بالصوره هذيك. نتبع في ما كان يقال معناها قبل مباراه سيراليوني مع الفريق سيراليوني والفريق نتاع جزر موريس، معناتها سيت النادي الافريقي عالي غاديكا، وهذايا حاجه مهمه برشا، والناس معناتها تفرح كي تلعب النادي الافريقي على خاطر معناتها الفرق هذايا معناتها اسمها بيزيد يكبر جوست بمواجهه النادي الافريقي، وهذايا حاجه مهمه برشا للكلوب افريكان اليوم. اليوم الكلوب بون باهي كونك تعمل علاقات طيبه مع الفرق في الدول هذايا لعده اعتبارات. غدوك تعاود تنجم تكون عندك معناتها رحله لغاديكا في موسم من المواسم، تخلي دي بوان دو كونتاكت، تخلي علاقات طيبه، وذاك اللي صار. ونعرف اللي حتى الهيئه المديره معناتها تاع النادي الافريقي قامت معناتها بحركه طيبه جدا، اللي هي وفرت حتى الملابس معناتها مش استنقاص في الفريق تاع جزر الموريس، لكن الهيئه المديره تاع النادي الافريقي وفرت لهم معناتها الملابس. علاش؟ خاطر هما جابوا توني معناتها واحده باش يلعبوا بها، ما جابوش الدوزيام توني، دونك هيئه النادي الافريقي هي اللي وفرت لهم باش نكتشفوا من بعد، وهي حاجه باهيه برشا هذايا باش نكتشفوا من بعد يعني الازياء اللي جاب زي واحد هذه، باش نكتشفوا اكثر على الفريق الموريسي. خالد الاجواء ترجع من جديد، كانت اجواء متميزه بين الملاعبين بين ايضا الجماهير اللي سبقت المباراه الاخيره في ملعب رادس. اول حاجه فما حاجات ساعره محمد الهادي، فما حاجات كيصيروا حاجات تاخذ من البوزيتيف والنيجاتيف. البوزيتيف نتاع كي لي جوار قرفوا مع بعضهم تحس فما سوليداريتي. اليوم الجمعيه كي تربح 9 و6 راهي سي با فاسيل، راهو باش يخلطوا غاديك سي با فاسيل. بون انا مانيش معاهم في المانيير، مي تحس فما جروب والكره اللي تلعب في جروب. اليوم الكلوب افريكا العوامل الاخرانيين ما تعديناش المربعات. علاش؟ في اخر ماتش جانا ماتش مره مع الهلال السوداني في اخر وقت خسرناه، جانا ماتش مره مع الاهلي وعملناه في الجزائر. دونك معناها السنه القرعه جات اكلي اخف شويه. تصور تو الكلوب افريكان بالكوب دافريكا هذيا جوارات حتى من جوارات تو صفاقس، كانت اللوطه وقت فرجاني ساسي وقتها والروج وقت دوب ما بداوا يلعبوا الكوب دافريك. اليوم جوار وقت اللي يلعب في الكومبيتيسيون تاع الكوب دافريك عندك غازي والولاد الصغار هذوكم الكل باش يعملوا اكسبيريونس. اليوم الكلوب افريكا باش تولي ترجع على الساحه، فما فرق ربي اللاعب دولي ولاعب موج دولي، ولا لاعب كوب دافريك ولا ماكش لاعب كوب دافريك. اليوم باللي ماتش هذوما باللي كومبيتيسيون ان شاء الله الكلوب ماشيه في الديريكسيون. حتى محمد الهادي كي تجي تحسبها حتى ماديا عندك 4 ولا 5 ماتشات هنا في تونس باش نجم تدخل بهم الفلوس، فهمت كيفاش؟ دونك من جميع ما كورجيه تتحسن واكسبيريونس الجوارات والجمعيه تصور فلوس وقالوا لي شيخ ان شاء الله. خالد يقول لك النتيجه جات بعد السوليداريتي الكبيره بين الملاعبيه وايضا الاطار الفني. النادي الافريقي يسجل 15 هدف في 3 مباريات دون احتساب المباراه اللي ما لعبهاش للكاف، يعني يخلي النادي الافريقي يربح 2 بلاش مباشره، يعني حسبنا 15 هدف فقط قبيل معدل 5 اهداف في المباراه بالضبط. وحداش الملاعب يتداولوا، نرجعوا للتفاصيل، لكن الملاعب يتداولوا على التسجيل، معناه ياكدوا انه المجموعه كل تساهم في الاهداف، المدافعين الاظهر الزوز لاعب الوسط المهاجمين. نرجعوا للتفصيل غياب النادي الافريقي نقطه تنظيميه فقط. تحدث على خالد الجمهور وقال انه نجم المردوديه الماليه يسعى المردوديه الماليه نتاع كاس الكونفدراليه الاثناء اكثر من السنه الفارطه، لانه مباريات اكثر. اللي لعب الدور التمهيدي باش يوصل للدور النهائي يلعب 18 مباراه، واللي باش يلعب الدور الثاني كما نادي الفريق ونادي الراديو السخسي باش يوصل للدور النهائي يلعب 16 مباراه كامله. يعني الامور صعيبه، الامور التنظيميه والجمهور. مثلا في مباراه النادي الافريقي فما راي عطله، ما نساوش فما صغار جاوا من وسط من داخل التراب الجمهوري. انا نعرف عائله جاوا من جربه ووصلوا حتى لقدام الباب وبتسكرهم وما دخلوش،
لانه ما هو رشيد بحذايا المره الجايه في المباريات هما راهو الاربعه الفرق نتاعنا التوانسه لازم يقراوا حساب الاطفال صحيح في البطوله امور قانونيه هما 18 ويدخلوا راهو اقل من 18 مستحيل كان ما يدخلش اقل من 18 وشفنا في المباراه هذه تاع النادي الافريقي فما اطفال 10 و12 سنه و8 سنين وموجودين على جماعه سنه وجماعه فرد فما شكون روح يبكي من جربه جاء مع العائله نتاعو روح يبكي رغم اللي بالتذكره نتاعو لانه تشدد امني كبير كما قلت راهو جماعه فرد وجماعه سنه فما جماعه دخلوا شويه سلاسه وسي خميس برحومه ما يدخلوش قرار وزاره الداخليه قرار وزاره الداخليه والترجي تو النادي السيرسي والنجم قبل كل مباراه افريقيه في تونس يستغلوا الوضع كما قلنا ويقعدوا مع وزاره الداخليه وينظموا امورهم على اساس ان الاطفال اذا كان يبدا برفقه والديه ولا عنده معاش شكون من العائله بطاقه التعريف ينجم يدخل كما قلنا ويدخل بالتذكره نتاعو مش كلمه مجانا نتفرجوا فيهم باللي بي بي او معنا ناطق رسمي مناسبات يلزمهم يا مناسبات يلزم يتفرج في ماتش عنده بي بي في يده فرصه مره في العام ولا مرتين في العام باش يدخل كما قلت لك حتى النظره نتاعك الطفل الصغير الامني راهي تتبدل كي تجي وتحرمه يعمل مئات الكيلومترات باش يحضر مباراة كما قلت لك بالتذكره فما روح القانون راهو فما برشا اعتبارات فما شتي سي خميس برحومه يعطيه الصحه حاول انا كلمته بصفه معناها شخصيه وما قصرش لكن الله غالب امور اقوى منه كما قلت زوج صغيرات جايين من جربه وروحوا يبكي 12 و 14 هذوك مستقبل الجمعيه هذوك و 12 و 10 سنين ايه هذوك مستقبل الجمعيه يدخل الستاد ويحب الكلوب ويحس الكلوب غادي باش تلقاه على الاقل كي يبدا الولد نتاعه ويبدا العائله نتاعه موجودين على الاقل فمش على الاقل نقطه دراسه معاه عدى والله يا مشكور اخويا لبيب على الموضوع واليوم بركه وهذه راي النبذه عين صغيره عين صغيره والله اليوم بركه والله بغير معناتها بغير مزايده ولا حتى شيء اليوم بركه قابلت شكون وقال لي بالله وصلوا الميساج هذا مشيت انا ولدي وكذا ولده عمره خمسة سنين حاب يمشي مع ماتش تاع كوب دافريك كما قال لبيب توا اخر نهار تاع عطله ما فيها باس اليوم هذوما الاولاد الصغار ما عندهمش فرصه ما احسن معناها باش يدخلوا في الجو نتاع الرياضه ويشوفوها معناتها في مباراه ما فيهاش انجو كبير سيتي ماتش سبيكتاكولير ماتش ما فيهش حتى ريسك في جو طيب النادي الافريقي منتصر حتى بالنسبه للانديه الاخرى تلعب منافسات الافريقيه فماش علاش خاصه بالنسبه للاولاد معناتها كومباني وهذوما يتغرموا معناتها بوالديهم راه الاولاد الصغار يتغرموا بوالديهم وتقعد لهم معناتها كي الحرقه يقعد يستنى لين يولي عمره 18 سنه باش عنده فرصه باش تدخل فرج في جامعته ما فيها باس باش يكون فما شويه اجتهاد وان شاء الله نوصلوا معناتها بالكدا نحاولوا نعملوا نجم يكون اللاعب معناتها يوصل للسينيور يلعب على كبر باش نجم يدخل للسينيور عمناول تقالت كلمه نذكر على حكايه وقت الليميت بتاع لاج ذكر عندنا ماتش معتز زمزمي عمره 16 وبسام صرافي عمره 17 يلعبوا بسام عمره وقت 17 ومعتز ابان 17 ولا ميم با 17 فهمت هما يلعبوا على التيرا وجمهور رقم 18 ما يدخلش حتى الاجواء تبدا احسن يبدا الواحد مع والديه ولا يبدا يخاف على اطفاله يبداوا بحذاه يولي هو بيدو يهدي جماعه اللي يتشنجوا شويه ولا يتعصبوا شويه معناها كل واحد يبدا خايف على اولاده خايف على الاطفال الصغار ممكن فمك الشحنه فما الميساج يوصل لبقيه الجمهور ويريد شويه اذا كان بالطبيعه فما تشنجات معناها راهو نجموا نبعثوا برشا مساجات كي ندخلوا اولادنا الصغار معنا خاصه في المقابلات القاريه وترجع العائله وترجع العائله للاستاديو وترجع العائله للاستاديو ما حسيتش من الفرصه هذه جات نهايه عطله ومعناها الناس موجودين في تونس العاصمه مباراه استعراضيه للنادي الافريقي الله غالب انا نقول ربي يهدي السبب ان شاء الله هذه نقطه مش عطله مش عطله مارس اكاو زاد فما عطله الصيفيه اللي باش يكون متواجد فيها النادي الافريقي في دوري المجموعات ناخذوا فكره اكثر شامله وكافيه على منافس النادي الافريقي بور لوي الموريسي ثم نعود بعد الريزلتا الثقيلة اللي تكبدها إيرسلاف السيرالوني في مباراة الدور 16 الأول قدام النادي الإفريقي فريق القوات المسلحة يراسل الاتحاد الإفريقي ويعلن انسحابه قبل مباراة العودة فريق باب جديد يتأهل للدور 16 مكرر وين باش يقابل بور لويس الموريسي بور لويس هو فريق حديث العهد ما أنه تأسس عام 2000 هز 6 مرات بطولة موريس وآخرها كان عام 2016 وزوز كؤوس وأربع مرات كأس الجمهورية الفريق الموريسي شارك 5 مرات في الشامبيونز ليج الإفريقي وأول مشاركة ليه كانت عام 2003 وتعدى وقتها للدوزيام تور وخسر قدام الإسماعيلي المصري ذهاب وإياب وهذا أفضل إنجاز ليه بما أنه في الدورات اللي من بعد ما تعداش الدور الأول بور لويس بطل الموريس في 2016 لعب في الدور التمهيدي الأول من الشامبيونز ليج أثناء مع توسكر الكيني وانتصر عليه في الذهاب 2-1 وتعادل معه في الإياب 1-1 في الدور الثاني خسر الفريق الموريسي في السودان
قدام هلال أم درمان 3-3 وتعادل معه في الموريس 2-2. نتيجة خليته ما يوصلش مسيرته في رابطة الأبطال وينزل لكأس الاتحاد ويمقابل فريق بجديد. صحيح أنه فريق قرويس ما هوش فريق كبير وما عندوش خبرة لاعب الإفريقي ويطارم الفني في مثل هالتظاهرات الإفريقية، لكن واجب الاحتياط والعودة بنتيجة إيجابية من موريس بالذات. كان هذا إذن تقرير عن فريق بورلوي اللي يواجه نادي الإفريقي وانتصر عليه في جزر الموريس 2-1، وأيضا انتصر عليه في ملعب رادس 4-2. فريق صحيح نازل من رابطة الأبطال، لكن النادي الإفريقي برهن أنه أيضا يستحق أكثر رابطة الأبطال أكثر من كأس الكاف في هذه المسابقة. أنا قلت لك الكلوب تو في الوقت حاضر في الاثنين في السكة معناتها الصحيحة، قاعدين ماشيين حتى في الشامبيوناتي في تونس تشوفهم قاعدين تدريجيا قاعدين ماشيين بشوية بشوية. لا الحقيقة الفريق نتاعنا ماشي في اثنين صحيحة. كيفاش تشوف المنافس النادي الإفريقي؟ كيفاش شفته في مباراة الذهاب والإياب؟ مونك ديكسبيريونس معناتها ما عندهمش خبرة، صحيح كما قلت أنت من الأول. والكلوب هذا ما عنده ناقصه خبره، حتى الملاعبيه نتاعنا مش كلهم اللي لعبوا في كوب دافريك، معناتها هما بيدنا فعندنا ملاعبيه اما تحس فما القليب الملاعبيه تحب تلعب تحب تعمل حاجه. الفريق الموريسي هذا هاز 6 بطولات 4 كؤوس، يعني 10 ألقاب على المستوى المحلي، مشاركات في كاس رابطه الابطال، صحيح يخرج من الادوار الاولى، التجربه او الخبره تقريبا موجوده نوعا ما، لكن منافسات مع الفرق الكبرى صحيح ما ديما ينهزم، لكن موجوده الخبره نتاع الفريق صحيح رغم اللي كان ضئيل. هذاك هو حسب الريتم نتاع البطوله نتاعهم اللي عندهم غادي الريتم اللي عندهم هما غادي والريتم اللي عندنا هنا فما فرق حسب الواحد في الماتشات. لا نوصل ديما للكلوب افريكان تو كما قلت لك من الاول، ديما نرجع للكلمه نتاعي اللي قلتها من الاولانيه، هي الكلوب تو في ثنيه صحيح ان شاء الله يكملوا هكا وكا. واضح. خالد كيف شفت الفريق الموريسي؟ 6 أهداف كان قبلهم وايضا كسجل 3 أهداف في هذه المباراه، يعني 180 دقيقه 6 أهداف كان قبلهم وسجل 3. لا مركز زبونتو في تونس معناها عملوا رياكسيون، معناها عندهم رياكسيون من الحاجه في الكلوب افريكان. الكلوب افريكان تو عندنا افكتيف محمد الهادي، الحاجه اللي عجبتني وديما نقول هنا وقت اللي باش تدخل التورنوا كي لازمك عندك دوبلور. البارح كي تشوف العقربي وتشوف لاريير جوش علي العابدي، معناها كي تشوفهم بارابور اللي يلعبوا بالخيثر ومعناها تحسهم قراب في كل كومبارتيمون حتى في الميليو تيران. انا حاجه باقي نقولها ونعاود فيها ونقولها محمد الهادي، جمعيتنا احلوه كنا نمشيو لبعيد. شوف ما حاجه في الكلوب افريكان اليوم كي جبت الدراجي الكلوب افريكان عامل ديمونسيون اخرى، فما دي جوارات سيبلي كي تاخذهم طاب نزرت اللي خذيناه عطى لو بلوس ديريكت. باش ترجعوا نحكيو على النادي الافريقي. لا نحكي لك على النادي الافريقي، انا نحكي لك يا اخي جايبينه من المريخ لكيرغو. لا لا نحكي على الفريق المنافس على الاقل. تحكي على الفريق المنافس انت. لا الفريق المنافس بون فريق رجع وكان يلعب في الليك شامبيون، مي كيما كان يحكي لك سلاح الريتم تاع الشامبيون نتاعهم مش كيما الريتم تاع الشامبيون نحن. حتى جواريتنا بعد عليهم في كاليتي تكنيك وفيزيك، كي تشوف الماتش تحس فما الكلوب بعيد عليهم برشا. ما سونبيش اللي وقت اللي جمعيه توصل تلعب تربح 4 ما سي با فاسيل، اما كي باش نحكي لك على الكلوب مالغري اللي قاعدين نربحوا سلاح فما نقايص سلاح. انا ديما مشكلتي مش مع لاك سونترال تحس مي سي با سا اللي باش يدخلوا به تورنوا. فما سي سا كلامي راهم يعجبت برشا عباد. اليوم الكلوب افريكان انا كنت اتكلم ديما على حاجات كيما الدراجي، شرينا دراجي شرينا حاجات سور. اليوم الكلوب افريكان ماشيه وقاعده فما شويه روشيك محمد الهادي، على خاطر شوف كي تاكل زوز بونتوات في ماتش كيما هكا غدوه داخل في تورنوا فما الجول الفيراج تحكم فيه، يعني فماش بريزونس مونتال. جمعيه كيما رابح 4 وناكل زوز بونتو. باش ترجعوا في التحليل على المباراه هذه، لبيب ترى اللي القرعه كانت رحيمه بالنادي الافريقي في هذا الدور والدور اللي سبقه؟ نجم نقولوا قرعة باهية للنادي الافريقي عكس النسخ الفارطة اللي شارك فيها النادي الافريقي، وكانت صحيحة صعيبة لكن كان النادي الافريقي كان ينجم يمر، معناها مش الفارق كان كبير بينه وبين الفرق اللي واجههم سوى الاهلي المصري ولا مولودية بجاية ولا الهلال السوداني، وشفنا الاحداث وقتها اللي صارت. النادي الافريقي هذه الفرق اللي خارجة من كأس رابطة الابطال الافريقية، يعني كانوا ينجموا يكونوا فرق اقوى لكن ما هم الا فرق منسحبين ولا خارجين، لانه الانسحاب يعني عدم اللعب يعني
لعبوا وخرجوا وكان قلق الهلال، كان رابح 2 بلاش راهو الهلال السوداني في مباراه العوده والهلال رجع وعدل 2-2، يعني خرج ايضا فريق تذكر الكيني، كينيا معناها على الاقل معناها معروفه كروين في القاره الافريقيه، نجم نقولوا فريق محترم على المستوى الهجومي لكن دفاعه كان ضعيف، ونادي الفريق عرف كيفاش يستغل الضعف الدفاعي نتاع الفريق الموريسي، سجل وشفنا حتى نادي الفريق معناها في الشوط الاول لمباراه العوده كان بيكتفى بالاربع اهداف، حقق المطلوب ضمن الترشح، كان نجم يسجل برشا اهداف النادي الافريقي، ارتاح شويه يعرف عنده مباراه نهار الاربعاء في اطار البطوله ضد نجم المتلوي، عرف كيفاش يجيري المباراه نتاعو، هذاك علاش ممكن بهت قل التركيز من الدفاع اللي قبل زوز اهداف، لانه غير مسموح كما قال خالد انه الدفاع الافريقي يقبل زوز اهداف منهم زوز ضربه جزاء، معناها فما اخطاء قاعده صايره داخل حتى ضربه جزاء اللي كانت في بروي وايضا كانت خياليه نوعا ما، كما موجوده في البطوله نتاعنا تونس على الاقل شويه. تشاهدوا المباراه في تلخيص التقرير التالي وبعد نرجع مع رشيد زمري اللي نحكيوا اكثر على مباراه النادي الافريقي وترشحه الى الدور دوري المجموعات. بعد ما ضمن ترشحه بنسبه كبيره من ماتش لالي في الموريس، عرف تشكيله الفريق في ماتش الروتور قدام بور لويس بعض التغييرات. شهاب الليلي في ماتش نهار السبت حافظ على نفس الرسم التكتيكي وقام بجوز تحويلات في التشكيله الاساسيه، ودخل علي العابدي في بلاستيك شوك وحمزه العقربي مكان مختار بالخيثر. تعديت باساج فيد معناتها بالبريسور، والحمد لله واحد تتابتي ان شاء الله يرجع لمستواه، ان شاء الله يقدم الاضافه ان شاء الله. هذا من شانه مقابلات كيما هكا تعطي ثقه للمجموعه، لازم تعطي رؤية أكثر للمدرب. زملاء صبر خليفة دخلوا صلب الموضوع من الدقائق الأولى وتمكنوا من ربع ساعة الأولى من تسجيل جزء أهداف لو كان من أقدام الكابيتانو، وهذا بطولة ثانية في الكاف، ومارك روزيك الثاني وأولى أهدافه مع الأفريقي في كأس الكاف في الدقيقة 12. الافريقي عمل اللي حب في الميتون الاول وتمكن من تسجيل جوز اهداف اخرين، داول عليهم كل ما علي العابدي في الدقيقه 37 وغازي العيادي في الدقيقه 39. الحمد لله توا معناها المدرب خمم فيا واعطاني فرصه نتاعي، وواحد لازمه كي يهبط يلزمه يقنع المدرب ويقنع الستاف والجمهور والناس اللي معناها تحب الكلوب افريكان والناس اللي تحبني انا بالذات. فريق باب جديد قتل الماتش من الميتون وضمن نهائيا ترشح لمرحلة المجموعات وخفض من سقف الفترة الثانية وقعد يجاري في الماتش، الأمر اللي سهل على فريق بور لويس تسجيل جزء أهداف في الدقيقة 76 ودقيقة 87. الشوط الثاني شارك فيه شهاب الليلي منذ انطلاقه ومنوب الحداد في بلاصة الدراجي ووسام يحيى مكان الغندري اللي كان تعرض لإصابة والمنياوي في بلاصة روزيكي. تغييرات على مستوى الإصابات خاصة بعد إصابة نادر الغندري، حاولنا أنه نريح زوز ملاعبيه ما عندناش حق في أكثر من هكا. ميتون ما ريناش فيه حاجة كبيرة، حاول فيه ملاعبي الكليب أنهم ما يتعبوش برشا وبداوا يفكروا في ماتش الشامبيونان نهار الأربعاء قدام المتلوي. تحسمت معناها المقابله في الشوط الاول، دوزيام ميتون ما نكذبش عليك راهم لاعبين سور بلون مونتال، عباره تويو صفحه كاس افريقيا ودخلوا في صفحه المتلوي. كان هذا إذن تقرير لزميلنا مالك ساسي على مباراة النادي الإفريقي وانتصاره على بور لويس موريسي على أهداف مقابل هدفين البارح في أولمبي رادس، ويعلن النادي الإفريقي ترشحه إلى الدور القادم بعد الانتصار البارح. نعطيكم التشكيلة الأساسية اللي تخل بها النادي الإفريقي المباراة هذه في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، حمزة العقربي، علي العابدي، فخر الدين الجزيري، بلال عيفة، نادي الغندري، غازي العيادي، أسامة الدراجي، صابر خليفة، إبراهيم الشنيحي، وماتيو روزيكي. هذا التشكيل الاساسي بالنسبه لبنك الاحتياط: عاطف الخيلي، مختار بالخيثر، سليمان كشوك، سامي الهمامي، وسام بن يحيى، عماد المناوي، والمنوبي الحداد. رشيد، توافق برشا صبري البوهيري يقول لك الملاعبين النادي الافريقي خموا في المباراه القادمه في البطوله اكثر من مباراه البارح؟
انا راني جنرال ما نحبش نحكي راني في مش تكتيك ولا لكن اي تفكير اي نتخيل اي نتخيل معناتها الفريق نتخيل معناتها خافوا حتى من الاصابات وخافوا شويه من لي كونتاكت الجوارات وكل سي تو في نورمال شيونس وعداوها بنجاح معناتها الملاعبيه سجلوا 6 اهداف في 2 مقابلات في ظرف اسبوع معناتها تحولوا راهو تنقل صعيب وبعيد معناتها ومباراة تاع كاس افريقيا وحلت لك باب لدور المجموعات كهو بالنسبه لهم دونك سي تو تافي نورمال ما سجلت 6 اهداف في 2 مقابلات ضمنت الترشح نتاعك باخف الاضرار معناها من غير ما تعمل فورسينغ كبير من غير ما تتعب برشا وذيك هي احسن حاجه دوزيام ايتون دونك تافي نورمال التخمام الكل والتركيز الكل باش يولي ينقص على المقابله هذيك باش الناس تخمم كما قال الكوتش صبري البوهيلي واضحة خصوصا مباراة ماراثونية تنتظر النادي الافريقي على مستوى البطولة الوطنية جيك سي سلاح ايضا نبداو بفاروق بن مصطفى اداء متميز في المباراة الفارطة وايضا مع المنتخب الوطني لكرة القدم مثل فيك كجاردين خاطر تفهم برشا حراس المرمى هو المدرب نتاعهم محمد انت مدرب الحراس لا لا انا مدرب فني نتاع اكيد بالنسبه لفاروق سنا من بدايه الموسم ما شاء الله عليه بدا بالكدا بالكدا من الاول بدا الفتره هذه هو راهو اي ملاعبي كي يبدا من الاول يجي جديد الفريق بالاخص كي يمشي الفريق كبير تدخل فيه شويه الرهبه وسيرتو الكلوب افريكان الكلوب افريكان الجمهور نتاع الكلوب افريكان الكلوب جمهور سبيسيال بالنسبه للجماهير كي يدخل معناتها التيران ويشوف الزعزعه نتاع العباد ممكن تدخل فيه شويه رهبه هو كي جا من سيابي جا هو كان في ديك ناسيونال جونيور وتعدى باللي كاتيجوري معناتها كان معناتها لاعب حارس نخبه اما الكلوب ديما صعيبه شويه من الاول ومن بعد داب شويه بشويه يعدي لك ساعه ماتشويات قبل كان يعدي ينحي في الماتشويات ينحي كور باين ساعه يدخل كوره اكليم تاع رهبه نتاع يسهى ساعه طون 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 سنات نحاتو ما شاء الله عليه من الاول السيزون بداخل قلعه ثم نقطه شنو السر مهمة. في هذا؟ نقول لك هذه شو من حبيت نوصل ثم نقطه مهمه ما تنساش اللي توا جاء معاه اونترونور نتاعو كان يراني بيه يراني فيه في السي بي عادل زويتر عادل يعرف فاروق معناتها بالكدا معناتها يعرفه ويعرف شنو اللي يلزمه يعرف عقليته يعرف واش يحب واش ما يحبش هذه راه عندها دور كبير برشا احنا كنا قبل ما نعطيوهاش اهميه وهي عندها دور فهمت كبير برشا شوف كيفاش يحكي مع بعضهم كيفاش يهزم المورال كيفاش يحكي معاه هذه اللي خلات هذه معناتها تعطي الفاروق معناتها موتيفاسيون حاجه معناتها باهيه القدام وهذاك هو معناتها كما قلت لك فاروق تو ماشي في ثنيه الباهيه ان شاء الله يكمل هكاك الماتش نحكيو على الماتش فنيا انتصار كان في المتناول النادي الافريقي ضد الفريق الموريسي شنو شفنا شوط بشوط الشوط الاول كان متوسط او اكثر متوسط بشويه لكن الشوط الثاني كان عادي جدا بالنسبه هذاك هو كما قال لك الماتش ربحوه من الميتون الاولاني معناتها من الميتون الاولاني تحس انت اربعه هو ترشح من بور لوي بالذات من غادي انا زين كونفيرميو من الاول معناتها من الميتون الاولاني تحس اللي ليكيب فهمت سيء دوزيام ميتون ولات لعبه اخرى معناتها عنده ماتش نهار الاربعه وكما قال صاحبي صحيح كلامه ايه دخلوا في معناتها الماتش نتاع الاربعه ديجا لونترونور بيدو غير وفما ملاعب معناتها تمس وتضرب كاو معناتها تربح من الميتون الاولاني الماتش خالد كيف شفت التشكيل الاساسي وقت نحكيو فنيا على الماتش كيف شفتوا خصوصا مع محمد الهادي في الكلوب افريكان اللي ولا يعطي تونجور برشا جوارات عندنا برشا جوارات والكل جوار تو الكل يلعب هو قاعد يلعب شهاب في الاربعه ثلاثه ثلاثه دونك لي جوار الكل اللي عنده مليو اتليتيك وعنده مليو تكنيك يحب يلعب الغندري مثلا مع واحد اخر فما كل طريقه بتاع طرح ينجم يلعب الحاجه اللي فرحان لها تو في الكلوب فما برشا ايفكتيف محمد الهادي كما قلت فما برشا افكتيف ونحس في الكلوب افريكان ملي جا دراجي ولات كيما الترانزميسيون الكره تتعدى على دراجي خاطر دراجي تسمى عبد كي برودوي لي جو ان كرياتور اليوم الكره عسك تمشي للدراجي تنطلق الهجمه من عند الدراجي خاطر الدراجي كي ياخذ الكره يعرف يعطي الكره في لي كولوار كان ترى برشا بونتوات الكل ياخذ من سوق الدراجي والدراجي يخرج حاجه اخرى تحسنت في الكلوب افريكان علاش ولاو يماركيو في البيوت ولا الريتم يطلع في 30 متر الاخرانيه كنا قبل كي نخلو 30 متر كانت النادي الافريقي بطيء برشا توا ولات الكلوب كي تخلط ل 30 متر فما السرعه وزيد فما حاجه اخرى زاد المدرب قاعد يعمل في دوز اوتوماتيزم وتحس الجمعيه بدات فما بصمه مدرب فما بصمه مدرب
وسيرتو ملي جا لافون سونتر. انا ديما محمد الهادي من قبل ديما نقول لك وقت اللي تلعب في الاربعه ثلاثه ثلاثه كي جا ريزيغي وقت اللي ولا هو ياخذ الكره ويطلبوا عليه ويخدموا عليه لين دو الكلوب عمل ديمونسيون اخرى خاطر كل تكتيك يلزموا لي زانغريدينيون نتاعو. اليوم الكلوب افريكا 4 3 3 تعمل فيها الصحيحه حتى في الكوره تشوف في كوره تشوف في لي دوزيام بال. وكان شفت انت حتى الغندري ولي بيفو قاعدين يخلطوا العيادي خلط ماركا غاديكا الغندري يخلط يعني انت تحس الجمعيه حتى كيما لاكورديون سلاح ريك كيفاش في الفاس الفرق هو راهو في الفرق راهو بين جمعيه محمد الهادي وكيفاش توقف جمعيتك بقداش من عدد نتاع جوار نخلط نهاجم وبقداش من عدد من جوار نخلط نفك. اليوم في الكلوب افريكان كي تفك بثمانيه وتاتاكي بسته وسبعه معناها تسمى تلعب بخمسطاش. حتى ليني تو انا كنت خايف من حاجه قبل كنت خايف من البلي ديفونسيف نتاع الدراجي والشناحي اما تو الاولاد الكل يظهر لي لونترونور قاعد يعطي فيهم في كونسيني دوب ما نخسوا الكره كانت راه جمعيه كامله الكل ترجع. فما حاجات سير لو بلون تكتيك الناس الكل قاعده تخدم في خدمتها حتى كي بالكوره وبلاش كوره كان تحس شي وقت اللي واحد ياخذ الكوره تحس فما لابوي ولي سوتيان في كل بلاصه مالغري جمعيات اللي لعبنا لهم مش ماهمش كبار مي تحس اللي نحن قاعدين نخلقوا في حاجه ونعملوا في حاجه وهذه بس ما ترجع للونترينور. جول الارقام لبيب اربع مباريات الاخيره منها مباراه اتحاد رياضي بقردان النادي الافريقي سجل 21 هدف 15 هدف في المسابقات الافريقيه لو كان زيدو زوج يولي 17 تولي الحصيله اكبر على مستوى الكاس الكاف 11 لاعب سجلوا الاهداف العابدي الجزيري كشوك الغندري وبقيه المهاجمين من المدافعين ناقص كان فريق بن مصطفى ما مركش في هذه المسابقه. اكيد الاضافه واضحه كما قلنا النجاعه الهجوميه كانت حاضره وكما قال خالد الاضافه نتاع اسامه الدراجي معناها حتى واحد ما ينكر الدور اللي يلعبه هذا اللاعب. ما ننساش ايضا نحكي على روزيكي انت كي تشوف لقطه الهدف الثالث تاع علي العابدي تفهم قوه المهاجم قلت لي وصلت الكره قبل ما يعمل التمريره تلفت وراه فما مسانده من بقيه زملاء ولا كي شاف علي العابدي جاء رجع له الكره بالطنو معناها تفهم قوه المهاجم الذكاء نتاعو كيفاش يلعب روزيكي اسامه الدراجي نجم نقول عطاو الاضافه الكبيره اللي خدت هجوما للنادي الافريقي. ابراهيم الشناحي اللي في مباراه القوات المسلحه سجل رباعيه كامله رجع للفورم نتاعو لانه غاب شويه هكا نقص شويه المردود نتاعو يعني عوده الغندري اللي بكل صراحه معناها عنده دور كبير في وسط الميدان فكاك باتم معنى الكلمه ويساند الهجوم حتى بالقامه نتاعو بالجبري نتاعو معناها عاون برشا خط هجوم النادي الافريقي يعني العوامل هذه كل مع بكل صراحه زاد شهاب الليلي في كل الفرق اللي مر بها خلى البصمه نتاعو خلى الاثر نتاعو مع النادي الافريقي بدا يلقى الملاعبيه اللي نجموا يطبقوا الخطه التكتيكيه هذا الكل خلى ان النادي الافريقي يتميز بنجاعه هجوميه كبيره في المباريات الاخيره في انتظار بالطبيعه التاكيد في المقابلات القادمه شكون اصعب واهم للنادي الافريقي في البطوله. واضح نظرا للاحصائيات اذا 15 هدف في ماركيه من النادي الافريقي كما كنا نحكيو ويقبل اربع اهداف 11 لاعب كانوا تداولوا على تسجيل الاهداف هذه في مسابقه كاس الكاف الشناحي باربع اهداف ثم صابر خليفه بزوز اهداف. اذا سي سلاح كيفاش تحكم على هذه الارقام؟ بالنسبه للبطوله ولا بالنسبه لل لسه كاس الكاف معناتها ايجابيه ارقام ايجابيه كي تشوف معناتها الاهداف المسجله 15 ومقبوله اربعه والاهداف اللي قاعده تتمركز الحقيقه ماشيين عشان قلت لك ديما نرجع لكلمتي ماشيين في ثنيه الحق ولات عندنا سيتو القدام ولات عندنا حركه كبيره ملي جاء روزيكي ولات الكلوب تلعب ودراجي كما قال خالد خاطر لي دو بوان هذوما جوج النقاط هذوما عندهم دور كبير في مع الجمعيات الكبار في الجمعيات الكبار بالذات خاطر الجمعيه الكبيره ديما تلعب على التيتروات ديما تجري لازم تكون عندك لي بوان فور نتاعك. الحقيقه من اللي جاوا الملاعبيه هذو زوز تغيرت القدام تغيرت مع شناحي ومع صابر خليفه مع تو وسام ورجع نشوف فيه رجع الفورما الحقيقه الكلوب ماشي في ثنيه وصابر لانه يعني بعد الكان وكل الرجه النفسيه صابر شفنا صابر صحيح داخل صحيح تصير تصير الملاعبيه كل تصير الملاعبيه كل وجد الثنيه ما شاء الله عليك شوف وقت اللي في الكوره تعمل فما تكتيك كي تحط جوار في بلايصهم هما بيدهم تندي كي تشوف الكلوب افريكان تو في لوكيباسيون دو تيران تحس جمعيه واقفه صحيح. اليوم وقت اللي ناخذوا كره عندنا مشروع نتاع لاعب عندنا مهاجم باش نتكاو عليه اما لكن كي تلعب ثلاثه مهاجمين كل جوار دو كولوار
حتى في جوارات الدخل الدود، انت تصور شنيحي يصير اختلال في ما تجيش ما تجيش. انا ديما من قبل، علاش انا ديما نتكلم مع محمد الهادي قداش من مره قلت لهم ناقصنا اكسيا بونتا، ديما نمشي نقول لهم بونتا، علاش بونتا؟ الكوب افريكا بونتا وتجيب الدراجي حتى في ليزيندو يتك عليه، حتى كي حتى لاتاكون ريتو هذاك رزقي اخزروا له راهو يلعب بالكوره اكثر من اللي بالكوره، ساعات كي يتعدى يخلي لك ليسباس من تالي باش الناس تتعدى يجبد معاه. وليت اليوم قبل كي كنا في الكلوب افريكان كي نلعبوا بثلاثه دو كولوار حتى كي نخلطوا مانيش عارفين، ما فماش مشروع ولا بروجي دو جو. اليوم تحس الكلوب افريكان كي تبدا خارج الكوره من تالي فما عندنا مشروع نتاع لاعب وعندنا وين ماشيين، يعني كي تبدا خارج الكوره اللي هم الكلوب افريكان منظمه قاعده حاجه بركه ديما نقارن عليها. يلزمنا شوف فما حاجه واضحه. سؤالي ليك خالد، ترى وجود الدراجي في وسط الميدان خلى حريه اكثر لابراهيم الشناحي وخلى يتحرر حتى نحو تسجيل الاهداف؟ خلى مش حريه كبيره. اليوم راهو فما حاجه يا محمد الهادي، انت باش تماركي بونتو يلزم لو فيت سيربريز، لو فيت سيربريز الدراجي عنده لو فيت سيربريز يعطيها باك الباس، دراجي يعطي لي باس اللي ساعه ساعه يخلي الديفونس ديزيكيليبري خاطر عنده قوه في مخه، النظره في بلاصه والتمريره في بلاصه اخرى. يلعب 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 كيف اوروفيرسمون دراجي. ما الجمعه اللي قبل هذه انا اللي كعبي حكيت معاك قلت لك راه وليد ان كرياتور، هو يخلق لك يخلق اللعب يصنع اللعب مع صابر خليفه رابيد. صابر خليفه ولاتاكونات هذوما كي يلقاو ميليو تيران يعطيهم الكره اون بروفوندور، خاطر علاش لاتاكون دوب ما ياخذ كال سيكوند على الريال يلقى الباس، علاش باش تماركي البونتو فما لو فيت سيربريز واضح. نحكيو على ابراهيم الشناحي عند دراج. ابراهيم الشناحي هو هداف المسابقه في النادي الافريقي الحدان باربع اهداف. ابراهيم الشناحي انا يعجبني بصراحه، ملاعبي ما تشدش في وسط التيران ما يركحش ما يقفش، ها لقيته هنا ها تلقاه هنا ها تلقاه هنا، ساعه ساعه مرات يغيب في وسط الماتش تقول من هو ما تعرفش عليه كيفاش يخرج لك، فهمت؟ ملاعبي بصراحه حاجه واحده في ابراهيم لازم يركز شويه في لي باس نتاعو، يخسر ساعه ساعه كر في وسط التيران الباس للادفرسير، يتسرع شويه التسرع نتاعو شويه، اما هو تبارك الله ملاعبي مشروع نتاع مستقبل، هو تبارك الله خلق لعب ما يلقاش ملاعبي يرجع يمشي لقدام من نوعيه الملاعبيه هذه ما تلقاهاش برشا، فيزيكمون حاضر 100%. واضح. نمشيو للفاصل. مقارنة مع مولودية العلمة يلزم يرجع للتسديدات نتاعو، عنده تسديدات قوية، تألق مع مولودية العلمة في الجزائر وضد النادر هذه الصفاقسي وقتها، معناها ممكن قلة ثقة، ممكن ما عادش نحن في تونس عادة الملاعبين نتاعنا ما يسدوش برشا من خارج منطقة الجزائر، عندنا نقطة ضعف معناها ممكن في الكرة التونسية ما عندناش التسديد. ممكن من أرضية الميدان، ممكن من أرضية الميدان حتى أرضية الميدان عندها حاجة تقول تحكي في الجمعيات فما حتى في الكوفرون فما تيرور نمرو نمرو واحد نمرو اثنين نمرو ثلاثة. أنا في الكلوب أفريكا مش الكرات الثالثة في وسط اللعبة حتى في الكرة. واضح خالد نمشي الفاصل. حاجة نحب نقولها محمد ليل بسرعة 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 غازي العياد باش نرجع نحكي وليد هذاك كان يخليه ديما يشوط الكوفرون يولي عندنا واحد. واضح نمشيو الفاصل بعد شوي نرجع نحكيو اكثر تفاصيل على المباراه هذه وهذه التصريحات وايضا ما خلفته المباراه هذه بعد اصابه نادر الغندري. ذكر ان احمد خليل ايضا مازال مصاب وعصام الدخيلال لي ترو بيفو باش نحكيو عليهم المصابين في النادي الافريقي. فاصل ثم نواصل. نعود للجزء الثاني من حصة سي تي في على قناة تونس، نحكي على مباراة النادي الافريقي وبورو لوي الموريسي وانتصار النادي الافريقي وترشح الى دوري المجموعات ان شاء الله القرعة باش تكون يوم 26 افريل القادم، في انتظار ايضا اكتمال النساب، انتظار ايضا اكتمال المباراة الاخيرة في هذا الدور بين ريفر يونايتد النيجيري وريان سبور الرواندي اللي باش تلعب ان شاء الله يوم 22 افريل القادم. مباراة الذهاب كان وفاة 15 فريق لحد الان كانوا ترشحوا القرعه باش تكون 26 افريل القادم. نمشيو لتصريحات المباراه هذه مباراه النادي الافريقي وبورو لوي ثم نعود. مرحبا
حبينا نقطة الماتش بريمير ميتون. بعد قعدنا معنا نجري في اللعبة، قعدنا ندور في الكرة، شدينا الكرة بالكدا، أنقص تعب معنا لينا، قاعدين نستحفظوا معنا، نعرفوا عنا معنا مباراة قادمين زدا كيف كيف هامين، إن شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم إن شاء الله في الماتشات الجاية. تصور معنا من بريمير ميتون تصوروا فات اللعبة كهو معناها فما شويه تعب مع شويه سفر، معناها السفره بعيده ياسر، معناتها قعدنا نجيريو في الماتش الحمد لله، معناتها ان شاء الله الماتش جايين خير وان شاء الله ربي معنا. تهنينا على الكاف تخلنا ليبول، مازال عندنا الماتشات امبورطون معناتها في لي شامبيونان، كل ماتش بدمه ان شاء الله كل الماتش ناخذوا معناتها التروا بوان. اللاعبين عملوا 45 دقيقه قعدوا يجريوا في النسق معناها نتاع المقابله، اقل ايفور اقل تعب واحد الله غالب، معناها نحن المفيد، نحن الكاليفيكاسيون اهم معناها اللي بالنسبه لنا اللي كانت مهمه، خاصه نجموا نربحوا حتى 10 ولا حتى 8 وكذا ونعملوا برشا ايفور، وهذا كي ينجر عليه نجموا معناها نتقلقوا حتى ماتش المتلوي. اليوم اثبت نادي افريقيا عنده روح هجومي لكن زاد عنده روح احترافيه، لانه بالرغم فوزنا في الذهاب احترمنا المنافس وقدمنا شوط اول ممتاز جدا وين سجلنا فيه برشا اهداف وكملنا حتى المقابله افيك ان سيغتان جيستيون، على خاطر ما تنساش اللي الملاعبيه زاد يفكروا شويه في مقابله المتلاوي مش تكون يوم الاربعاء، لذلك لا دوزيام ايتا ايتي دون لا جيستيون اكثر منه ايتي دون لو جو. إذن كانت إذن تصريحات الملاعبية وأيضا كوتش النادي الإفريقي بعد المباراة هذه وانتصار النادي الإفريقي لبيب. النادي الإفريقي من الممكن أن يكون رأس مجموعة في دوري المجموعات، نادي صفاقسي تقريبا شكون رأس مجموعة، أيضا مازيمبي الكونغولي في انتظار زوز المجموعات المتبقية، أيضا في انتظار التصنيف اللي باش يكون الاثنين القادم حسب الكاف. نجم يكون لأنه يعني النادي الإفريقي أكيد عنده مشاركات طيبة، آخرها وصل دور النهائي ضد المغرب الفاسي في كأس الاتحاد الإفريقي. الفرق زاد الأخرين اللي مترشحين أغلبيتهم معناها تقريبا جدد في كيما سموحة المصري، أبرزهم مولديت الجزائر يعني هلال الأبيض السوداني، زوز فرق من جنوب إفريقيا، يعني فما إمكانية كبيرة وأن يكون على رأس مجموعة النادي الإفريقي وفي أسوأ الحالات يكون في مستوى ثاني، معناها هو المستوى تقريبا متقارب راه بس اثنين ثلاثة ولا أربعة فرق، خاصة تي بي مازيمبي اللي المجروح الخارج من كأس ربيعة الأبطال، نادي الصفاقسي نقولوا اللي متعود على هذه الكأس معناها الأفضل والأكثر تتويج صحبة النجم الرياضي الساحلي بهذا اللقب كأس الاتحاد الإفريقي، البقية كل عندهم نفس المستوى، نادي الإفريقي والنادي الصفاقسي أمام فرصة إن شاء الله للوصول للدور النهائي. ننتظر عملية القرعة وننتظر التصنيف، راه الكاف عادة ما تخرج لنا بوضعيات وبتصنيف ما يخطرش على بال، معناها كل مرة مقاييس كل مرة معايير، ننتظر الكاف شنو باش الكاف الجديدة هذه مش تاع عيسى حياة. أحمد أعتقد كيف انسحب فريق سيلي أوبال الكونغولي يظهر لي 99% باش يكونوا رأس مجموعة، يظهر لي خاطر سيلي أوبال الكونغولي تحصل على الكأس 2013 مع نصر الدين نبي مع نصر الدين نبي مع كوتش نبي صحيح، فكانت يظهر لي كانت عنده حظوظ باش يكون هو على متراس مجموعه مع مازيمبي والسي اس اس، اليوم يظهر لي مازيمبي والسي اس اس يظهر لي سور باش يكونوا هما راس مجموعه، تقعد زوز بلايص الاخرين نتخيل بين الاثنين الفريق الفتح رباطي واقل درجه زيسكو بحكم النصف النهائي بحكم النصف النهائي اللي عمل الموسم الفارط في رابطه الابطال بقيت الانديه المتقدمه في كاس الاتحاد يلعب المجموعات بالضبط، الانديه البقيه الانديه البقيه في معناتها فيهم ديز اوتسايدر ما يلزمش ننسى لهم برشا، ريكرياتيف وليبولو الانغولي فريق عنده معناتها قوه ماليه كبيره ورئيس جمعيته يضخ في برشا مال، نعرفوه من كره السله معناتها تغير الفريق نتاع كره السله ولا هو رقم واحد معناتها الرقم الاصعب في القاره الافريقيه في كره السله، كيف في كره قدام يحاولوا يضخوا في برشا اموال ويعملوا في فريق جيد غاديكا، سيف مونانا باش يكون اوتسايدر زاد صعيب برشا، تحسن برشا الفريق هذايا من الوقت اللي نظمت الجابون مارتين مع كاس افريقيا وتلهوا اكثر بالفرق نتاعهم، فمونانا ولا فريق يقلق وطايح ازاح ساكا بيجان وطاح من الشامبيونز ليغ ضد الوداد البيضاوي بضربه الجزاء ضربه الجزاء ولعب ضد النجم الساحلي عمناول ولا عمناول عمناول ايضا عمناول، ففريق محترم برشا، فريق زيسكو فريق محترم، سموحه عمل دور
المجموعات في رابطة الأبطال عنده ثلاثة مواسم، عنده ثلاثة سنوات عمل دور. يا موشك الفريق، موشك الفريق في مصر الزمالك. مقصود ما تعرف المصري البورصاني الزمالي ما تصعبهمش. لا مش ما تصعبهمش، هذا ما صعبهمش. الكوبا هذايا ماتش تونيزيا، مادا تونيزيا ديما راه إذا مش ليتوال. لا لا ما نحبش ما نحبش. لا لا السنين الأخرانيين الكل. هذا في نسخة مختلفة. يا ليتوال مختلفة جدا خصوصا على الموسم الفارق. شوف خصوصا على المستوى. وثما حاجة راهو الأوبجيكتيف ديجا الفات اللي دخلت لدور المجموعات راهو أوبجيكتيف مهم برشا. علاش؟ خاطر باش تعطيك الفرصة باش تلعب ثلاثة مباريات أخرى، ثلاثة مباريات أخرى دونك فيهم معناتها منافسات قوية باش تزاحم فرق كبيرة باش تتنقل. كوريا كوناكري زادة ما تنساش. بالضبط فريق محترم فباش تزاحم فريق اسمه فرق كبيرة باش تقعد في الكومبيتيسيون باش تقعد في السيكل ما تبطلش على بكري وذايا اللي كانت عائق لنا في عدة مواسم كونك تخرج بحكم القرعة اللي كانت تكون قاسية في عدة مواسم. معناها اليوم إذا كان جات القرعة طيبة فلازمنا نبركولها معناها خاطر زادة غيرنا في عدة مواسم تجي قرعة طيبة معناها ويمر دور المجموعات. احنا ما كانت لناش فرصة كي جينا ونا بيان بروفيتي سجلنا برشا أهداف وتعدينا لدور المجموعات وذايا حاجة باهية برشا بحكم اللي كونه كما قلت لك ماناش باش نكونوا في راحة معناتها على بكري باش نكونوا في كومبيتيسيون متواصلة باش يكون ثم البريسيون ديما موجودة باش تكون ديما ثم لا كونتينيتي الفايتر أسوري في النادي الأفريقي مش بصير ثم كوبور وفترة نتاع تقييم كما اللي صار في عدة مواسم. لا باش يكون ثم كونتينيتي وذايا حاجة مهمة جدا باش تكون ثم دونك محافظة على الرصيد البشري وتدعيمه بحكم اللي كونك عندك أماكن باش تزيد ضيفها في كأس رابطة الأبطال باش تكون ثم عائدات مالية بحكم اللي عندك ثلاثة مقابلات أقل شيء باش تستقبل فيهم الفرق مناسب باش تكون ثم عائدات مالية من الكاف بحكم تواجدك في دور المجموعات. إذا كان نكونوا في رأس مجموعة باش تكون عندنا فرصة أكثر من غيرنا باش نكونوا في دور ربع النهائي والنصف النهائي فعائدات أكثر إيماج أكثر فلحمة أكثر معناتها مع الأندية الإفريقية وهذا كله في صالح النادي الإفريقي. لكن ما نستسهلوش الكومبيتيسيون سي تو كومبيتيسيون اللي عادة ما تخرج دي سوربريز. المغرب الفاسي عامة اللي فاز باللقب العام اللي بعده طاح للقسم الثاني. ليوبار كما قلت لك فاز باللقب عام 2013، فتح رباطي فاز باللقب عام 2010، مولدية بجاية عاملة وصلت للدور النهائي ثم طاحت للقسم الثاني. ف سي كومبيتيسيون اللي فيها دي سوربريز وفيها دي زيكيب اوتسايدر. علاش؟ خاطر مغلب الانديه تلقاهم يشاركوا غاديكا مرتاحين من الكومبيتيسيون ناسيونال نتاعهم، تلقاهمش يلعبوا على الواجهتين، فتلقاه مركز تركيزه الكل على كاس الكونفدراليه الافريقيه باش يحط معناتها الثقل نتاعهم الكل حدهم غاديكا. لازمنا نركزوا ما نستسهلوش، ما نقولوش خاطر ثم الانديه كما يقولوا معناتها بين الظفرين اشترى الباس ولا لا، مش صحيح. وان شاء الله يظل الناس كل واعي بالشيء هذا وان شاء الله ربي يوفقنا في الكومبيتيسيون هذا وما عادش نقفوا بينها معناتها نقعدوا ديما نواصلوا ونلعبوا بالفورميلا الجديده باش تكون عندنا عده حظوظ باش نكونوا ديما متواجدين. اكيد الفورميلا الجديده سيدي خويا انت اليوم وقت اللي تبدا عندك دي رومبلاسون دو لوكس، انت اليوم عقربي رومبلاسون والاخر عندك رومبلاسونات دو لوكس اليوم راك لازمك تمشي لبعيد. ليه اليوم كي تقول لي في في في, في الكوب في الكاف هذيا رانا باش نمشيو لبعيد ان شاء الله اليوم. لا لا يزمر لي على خاطر يا عندك انت حكيت على الهدف خالد خلينا نشاركوا معنا صلاح ما تكلمش برشا على الاقل من نقاط يعني نادي الافريقي هذا الموسم ودخول دوري المجموعات في كاس الكاف. نجح نادي الافريقي الى حد الان في دخول دوري المجموعات، ايضا وجوده في مرحله البلاي اوف، وايضا الهدف من الاهداف حسب ديما تصريحات رئيس النادي انه يكون في مركز ثاني على مستوى البطوله، وايضا الدور النهائي بالنسبه لكاس تونس لكره القدم. نادي الافريقي الى حد الان قاعد يقدم خطوه تلو الخطوه لين يحقق ابرز النقاط المرسومه منذ بدايه الموسم منها تواجده في دوري مجموعات كاس الكاف. انا قلت لك من الاول قلت لك اللي قاعدين ماشيين تدريجيا قاعدين ماشيين بشويه بشويه، تحس كل يوم فما تحسن كبير، وبالاخص من وقت جاء شهاب الليلي. انا شهاب خدمت معاه ونعرفه، نعرف شهاب كيفاش يخدم ونعرفه سيريو برشا في الخدمه في التيران، ما يعرف حد، يعرف كان التيران والخدمه واللي حاضر هو اللي يلعب. لا الحقيقه الكلوب كان تو ماشي في ثنيه باهيه بوجود شهاب، وعندنا جروب خلق العاده من الملعبيه وعندنا افكتيف زاد موجودين الملعبيه. اش قلت لك انا فما صغار وكبار تو في الوقت الحاضر بالنسبه للكاف او بالنسبه للبطوله. فهمت؟ بالنسبه للكاف مازلنا احنا تو الحقيقه ما نجموش نحكموا، ما نعرفوهمش بالكدا، فما جمعيات ما نعرفوهمش، فما اللي نعرفوهم 26 ابريل يظهر كل شيء منافسين. بالنسبه للبطوله ان شاء الله ما يعملوناش ما تصيرناش كما صرنا في الالي في جمعه تلعب ثلاثه ماتشات كبار، معناتها الملاعبيه ما توصل الماتش الثالث سيء، تلقى الناس ان شاء الله البطوله ما زالت طويله. اما بالنسبه للكاف ان شاء الله لاباس. واضح. حتى نرجعوا لاحصائيات المباراه الثلاثه اللي لعبتها النادي الافريقي، نذكر النادي الافريقي كان ما لعبش مباراه ضد الفريق السيشيلي القوات المسلحه
سيراليوني عفوا كان ملعبهاش وانسحاب الفريق القوات المسرحة السيراليوني بعد ما انهزم في رادس 9 أهداف مقابل هدف. هات نرجعوا لإحصائيات كأس الكافي لحد الآن باسم النادي الإفريقي اللي كان غاب منذ سنة 2011. فريق باب الجديد في كاس الاتحاد الافريقي السنة لعب 3 ماتش ويا تبارك، بما انه الفريق السيراليوني ما خاضش ماتش الروتور وانسحب. في الدور 16 الاول النادي الافريقي تسرع القوات المسلحه 9-1، كان نصيب الاهداف في الماتش هذا لابراهيم الشناحي ب4 بونتوات. ماتش الروتور ما تلعبش والفريق السيراليوني يراسل الاتحاد الافريقي ويعلن انسحابه بعد نتيجه ثقيله اللي تكبدها في تونس. دور 16 مكرر، زملاء خليفة يتحولوا للموريس ويرجعوا بانتصار من بور لويس بالذات 2-1، هدف سليمان كشوك والمنوب الحداد. في ماتش الروتور النادي الافريقي قضى على امال المورسيين من الشوط الاول وتمكن ابناء الليلي من تسجيل 4 أهداف. الكلوب في 3 ماتشات هجومه سجل 15 هدف بمعدل 5 أهداف في كل مباراة ودفاعه بال4 أهداف. عدد الأهداف اللي ماركها أتاك لوكليف في كأس الكاف هو تقريبا عدد الأهداف اللي ماركها الفريقي في مرحلة الذهاب كامل في المرحلة الأولى من البطولة وماركة هجومه فيها 14 بوت. أهداف الفريقي تداول على تسجيلها 9 ملاعبية، 3 منهم مدافعين و3 لاعبي وسط، و9 أهداف ماركها الخط الأمامي الفريق باب جديد منهم 4 للشناحي و2 أهداف لصابر خليفة. مؤشر ايجابي لهجوم فريق باب جديد، لكن يلزمنا ما ننساوش انه لعبنا قدام فرق ماهيش كبيره وماهيش معروفه على المستوى القاري. ما يحسب اذا هو ترشح الى دور المجموعات وكلها تبقى ارقام بالنسبه لكاس الكاف، خصوصا من النقاط السوداء في هذه المباراه وتعرض نادر الغندري لاصابه على مستوى التواء في الكاحل منذ دقيقه 17. شوفوا اكثر تفاصيل هذه الاصابه من طرف دكتور النادي الافريقي ثم نعود. التوى على مستوى الكاحل انطرد شوفين ان شاء الله باش نثبتوا فيها بالثوره باش نزيدوا ثبتوا اكثر وكاو مبدئيا تو باش نصوروه بعد نعاودوا نثبتوا ونقول لكم بالضبط ان شاء الله تو على حسب ما شفت يعني ما فيش حاجه قراف نسوي نشوفوا التصاور نزيدوا نثبتوا مليح نطمنوا الجمهور الكبير نطمنوه لان نطمنوه انا بدي تفجعت انا بدي ما اكل بيست مفجوع ان شاء الله لاباس وكاو لازم راحة لازم يعني راحة لازم وكاو تاع جمعتين 3 4 لازم وكاو خروج نادي الغندري والإصابة نتاعو هي اللي عكرت شوية الأجواء نجم تقول معناها واحد خاطر تعرف مزال رجع من ضربة رجع فورمته مصدق ربي رجع فورمته رجع في مستواه معناها الباهي الإصابة نتاعو هي اللي خلاتنا معناها ما طعمناش الانتصار حتى الكاليفيكاسيون صدقني والله أنا واحد من الناس مروح مريض تو. إصابة إذا نادر الغندري كما كنا نسمع في الدكتور محسن الترابلسي اللي كان حكى على غياب نادر الغندري للأيام القادمة على الأقل. اليوم كان أجرى فحوصات إضافية في انتظار الحكم النهائي للدكتور محسن الترابلسي. نقطة من نقاط السوداء في هذه المباراة لبيب إصابة نادر الغندري اللي مش محظوظ السنة جملة من الإصابات مازال كيرجع الفورمة ورجع للريتم يصاب.
يصاب في مباراة نجم خلوة نادي الافريقي كان مطمئن على نتيجتها، ممكن هذا اللي خلى الألم أكبر، ممكن هذا اللي خلى الحسرة أكبر بالنسبة للإطار الفني وحتى اللي حب نادي الافريقي، لأنه أصبح ورقة رابحة في وسط ميدان الافريقي. الافريقي يعني في بداية الموسم كان يلوج على التركيبة المثالية خاصة بالنسبة للفكاكين أحمد خليل، غازي العيادي، وسام بن يحيى، نادر الغندري بعد دخل عصام الدخيلي القادم من مستقبل القاسرين. يعني الزوز ملاعبية اللي نجحوا مع بعضهم هما غازي العيادي ونادر الغندري، ومعاهم تحركت مكينة النادي الافريقي لأنهم يفكوا كرة ويبنيوا الهجمة. هذا ممكن أثر على الأجواء إن شاء الله لاباس إن شاء الله ثلاثة أسابيع. أنا الدكتور محسن الترابيس ممكن خوفني شوية في كلامه، يقول جمعتين ثلاثة وصل حتى الأربعة، هذيك المشكلة. إن شاء الله اليوم معناها بعد التدقيق بعد الفحص بعد الصور تتأكد معناها إن شاء الله نقولوا ماهيش اختيار الإصابة ويرجع في أقرب فرصة، لأن النادي الأفريقي مازالت له مباريات مهمة في إطار البطولة، مازالت له مباراة دور نصف النهائي أيضا ضد النادي الرياضي اللي حمام نمف، ومازالت له مباريات كأس الكاف معناها أربع أسابيع بال معناها باش يعاود يرجع الفورمة اللي رجعها الغندري تو شفناها في المباريات، يلزموا شوية وقت إن شاء الله هو ما يتأثرش نفسانيا، لأنه من إصابة لإصابة الملاعب ينجم يتأثر خاصة وقت اللي يوصل للتوب ويبدأ يلقى روحه. وعرف الزميل اللي يتفاهم معه في خط وسط الميدان، ان شاء الله الاحاطه المعنويه تكون كبيره بنادر الغندري اللي تبارك الله معناها العامل السن نتاعو البنيه الجسديه كلها تعمل اللي فايته باش يكون فكاك من طراز رفيع، ولما لا يكون واحد من العناصر اللي عول عليها المنتخب الوطني التونسي خصوصا صغر سنه. حتى ليجين دو فيت نجم تاثر في الاصابات سلاح. اي هو لا هو سيريور، هو نعرفه هو منضبط نظيف برو بروفيسيونيل. اي بروفيسيونيل يحب يوصل، فهمت؟ انسان نظيف بصراحه حتى في كلامه، وانت شوف حتى في تعامله مع الناس يتكلم متربي ومتخلق، يعرف يتكلم يعرف ايش يقول. لا ان شاء الله قدره ربي بالسيريو، هو كما قلت انت بالسيريو تو نجم قدره ربي يرجع في سابع ساعه ان شاء الله. اللي صابه كما قال لبيب تكون معناتها خفيفه وطمنا معناتها في النهارين هذوما. اصابه ثلاثه فكاكين اليوم، خالد عصام الدخيلي، احمد خليل، ونادر الغندري، يعني في مباراه نجم المتلوي وسام وغازي العيادي باش يكونوا اساسيين وما فماش معوضين. فما حاجه في الكره راه فما لي بلوسير واحد ديما يتحضر. علاش انا قبيله كي نحكي معاك قلت لك لازم ديما عندك دي رومبلاسون دي لوكس داخل طالع في كوب دافريك والجمعيه كيما الكلوب افريكان كل ثلاثه ايام ماتش، يلزمك في كل كومبورتيمون يبدا عندك دوبلور ودوبلور دو كاليتي. اليوم ضرب الغندري عندك وسام يحيى، مي فما حاجه الغندري فاش ما تنجمش تبدله، خاطر الغندري تحسه بلو اتليتيك وقت اللي يلزمك لاباتاج والواحد تلقى. والحاجه الحلوه اللي عجبتني في الغندري اللي دوزيام بال ياخذها ويخلط حتى ل 18 متر وينجم يكمل. دونك الحاجه اللي حلوه اللي عند الغندري هي اللي عملت البلوس بارابور بينه هو وبين لي بيفو الاخرين. انت حتى كي تتفرج في الماتش تحس الوليد مالي البوست نتاعو تبارك الله ما شاء الله. وزيد كيما قال لك صليح الوليد عايش في فرنسا، هو كان عنده مونتاليتي كان عايش مش تو عايش. ايه عايش تحكي لك خاطر كون في فرنسا. ليه فما فرق كي تربى في فرنسا مش كيما تربى في تونس، فما فرق بين كاس بلادنا خير. بلادنا خير. ليه اسمع حتى لي سيونس دونترينمون اللي عملهم البرة في سير لو برومونتال على كل شيء. اليوم انا كي محمد الهادي قبيله الحاجه اللي عجبتني السنه في الكلوب فما لا جيستيون دو جروب عملناه، مشينا نلعبوا في المتلوي ما عندنا حتى رومبلاسون اريير تعليق تمشي نلعبوا في المتلاوي. اليوم انا نكلموا ديما اليوم الكلوب افريكان بالحاجات يعني اربعه مضروبين تضرب لك اربعه اليوم يعني اربعه ضرب. اي نحكي لك الاول والثاني الاول والثاني ايش اقول لك اليوم بالله سامحني انت كي تشوف توا منياوي رومبلاسون رومبلاسون دو لوكس، منياوي وين الدخل ويعمل البلوس وسام يحيى بون رومبلاسون قاع. يعني اليوم الكوره يلزم عندك رومبلاسون دو لوكس. اليوم ما في الودر في رمضان الودر في الودر تبارك الله عليهم المباراه اللي لعبها. ليه لبيب فما حاجه اللي تهني اليوم علاش لبيب حتى كي تبدا عندك رومبلاسونات حتى اللي يلعب يعطي اكثر خاف على بلاصته خاطر هات اللي تنحى بلاصته مهدد اليوم في الكلوب افريكان ان شاء الله لاباس هذا الغندري. وكما قلت لكم عمدي هادي راهو الضربه والبلوسور حكايه فارغه، كان جوار عنده فولونتي ويحب يرجع ينجم يرجع.
يرتاح في الموسم الاخيره. في الموسم الاخيره النادي الافريقي ديما يفقد برشا من اللاعبيه، والملاعبيه من الركائز الاساسيه من جرة الاصابات. ذيك قدر الفريق اللي يلعب على عده وجهات، مش معناها تلعب على عده وجهات مش معناتها تهزم الكل، مي لكونك تنافس كل اسبوع تنافس. مع كانوا معناتها الافكتيف تاع النادي الافريقي في الاربع مواسم والخمس مواسم الاخيره ستان افكتيف في مغلب احيانا وافكتيف تكنيك، وداير معناتها اغلب الضربات كانوا ضربات نتاع كونتاكت، حتى ضربه تاع النادي هذا ضربه تاع كونتاكت. هذاك قدر كره القدم للاسف بون جاو ثلاثه اصابات معناتها فرد وقت بخطورات متفاوته، ما ثماش خطوره كبيره في الاصابات لكن بخطورات متفاوته. للاسف جاو في ثلاثه لاعبين يشغلوا نفس المركز ولا يلعبوا دون لو ميم كومبارتيمون. نتخيل اللي سي شهاب والستاف تكنيك الكل، نتخيل معناتها يلقاو لا فورمول ايديال باش ينجموا يكومبونسي، والفراغ هذا اللي باش يخليوه الملاعبيه المصابين في المقابله القادمه تاع المتلوي. وان شاء الله بو يعودوا في اقرب وقت ممكن. بو دكتور محسن ترابلس يعرف شنو يقول، نتخيل هو صريح معناها كيف قال، معناتها الاصابه يلزمها راحه، بعد الراحه تحددها الليكوغرافي اللي قام بها نادر اليوم. ما نعرفش الحق نتاع ربي شنو الريزولتا نتاعها، لكن اليوم قام بكوغرافي والراحه تحددها الليكوغرافي هذيك. وبعد نادر سان جوور سيريو كيف وكيف اغلب اللاعبين، لكن نادر سان جوور تري سيريو ويعرف روحه اللي هو قاعد يعدي في موسم طيب. ونتخيل معناتها ابار الوجيعه نتاع الضربه يحب يلعب نادر ويحب يعاون جمعيته كما كان قبل وكما مغلب اللاعبين. وكان النادي الافريقي نجم يمشي في شويه واحد اخر انه ما يلعبش المباراه هذه لعدم حضور الازياء او الازياء الثانيه بالنسبه لفريق بور لوي الموريسي. شاهدوا اذا هذه القصه ثم نعود. النادي الافريقي كي يلعب يربح على التيرا، وهذه عاداتنا ومساله مبدئيه معناتها المبدا عندنا نلعبوا على التيرا ونترشحوا على التيرا. كانت عندنا الامكانيه مش نترشحوا بريزيرف لانه معناتها مخالفه لمبادئنا هذه، نلعبوا على التيرا ونترشحوا على التيرا. كان بامكان النادي الافريقي انه يعمل ريزيرف ويربح المباراه من غير ما يلعبها لعدم انه الفريق الضعيف ما جابش ازياء اخرى، والازياء نتاعو تشبه برشا ازياء النادي الافريقي. كلام منطقي برشا سي منوبي معناها من استاذ الكاتب العام. ما ثماش علاش باش النادي الافريقي البروفيت من حركه كيما كي، بالعكس هذه حركه تزيد تقرب بين النادي الافريقي والفرق هذه اللي كيما قلت لك الاعوام القادمه نجموا نعاودوا نقابلوها. وليزيكو اللي جاتني معناتها اللي سمعناها الناس الكل اللي كونوا معناتها النادي الافريقي يتمتع بحفلات استقبال كبيره برشا غاديكا، ما ثماش علاش اليوم اذا كان ثم الفرصه باش النادي الافريقي يعاون الفريق هذا يعاونوا دون لو سونس يمدوا يد المساعده مش دون لو سونس يعاونوا. وكان ذلك من فريق كبير اسمه النادي الافريقي وهذا عاداتنا. ونتخيل معناتها نتخيل في الاخر معناتها ما هم الا ارقام تزادوا في رصيد النادي الافريقي، سجل اربع اهداف زيد حتى تعطي هبه اكثر وتعطي صوره طيبه اكثر لفريقك في القاره الافريقيه. انت تخيل كان النادي الافريقي مثلا مش صحيح باش ما يلعبش حتى الاسم نتاعو يتمس معناتها في القاره الافريقيه، لا اليوم اذا كان نعرف كيفاش نسوقوها ونجم نوصلوها على خاطر حركه معناتها عاديه لكن نبيله في حد ذاتها، حاولوا كيفاش تسوقوها تعطي صوره طيبه برشا للنادي الافريقي. مشاكل كره القدم الافريقيه، الفريق الاسيشيلي كان ما لقاش وين يسكن في مباراة اللي فاسيها النادي الافريقي في الاسابيع الفارطة. اليوم سيراليوني شاد في السيشيل مغروم بالجزر اكيد ما نعرفش علاش محمد الفريق السيراليوني في الموسم الفارط نذكروا زاد الفريق اللي لعب النادي الافريقي ايضا كان وصل مؤخر ملعب رادس هذا الموسم. مش الافريقية برك راهو جماعة الحمامات نحن في كرة اليد نساو الاجازات اللي يلعبوا في بطولة افريقيا الاندية المحرزة على الكؤوس هذه راهو المشكلة نتاع مسؤولين معناها مشكل ديما اداريين يعطيك الصحة ممكن العقلية لازم يثبت قبل ما يغادر الديار تبدا اموره واضحه، مش نتاع احتراف راهو الاحتراف في العقليه قبل كل شيء، لانه امور هذه بديهيه وخاصه الناس اللي متعوده على المشاركات الافريقيه ما نظنش انه تغلط معناها وتحصل بدرجه كبيره. لكن انا اقول انه النادي الافريقي انت ممكن هكا لمحت شويه قلت ممكن كان ما لعبش الافريقي يبقى نادر الغندر، انا نقول لك يخسر ملاعبي كما قال رشيد ما يخسرش المصداقيه نتاعو، الافريقي يبقى كبير في القاره الافريقيه يلعب على الميدان مش مشكله يخسر ملاعب
اللاعب يما يربح المصداقيه نتاعو ويربح اسمه في القاره الافريقيه ويربح على الميدان وراي علاقات قبل كل شيء لانه الفريق الموريسي تنجم راي مازالت المواسم القادمه وتنجم تطيح القرعه مره اخرى مع فريق تونسي وكما نحن راهو كما نساو الحماميات نجموا فرق اخرى تونسيه تنسى يعني باهيه اللقطه اللي عملها الافريقي وهذيك الروح الرياضيه وهذيك كره القدم متكبدين عناء السفر ورحله ماكوكيه ويجيوا على خاطر مراول ما يلعبوش احنا في تونس مشكون ما عطاهمش المراول وخسروا مقابله وقتها في الرابطه الثانيه صحيح كلامك في تونس بنحكي على مباراه نارت مع نادي الافريقي ونجم المتلوي تحكيم لياسيم بلاخواس نادي الافريقي ونجم المتلوي بست نقاط في مرحله البلاي اوف الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم مواجهه كبيره بين النجم المتلوي اللي كان فاز على النادي الافريقي في المرحله الاولى ثم النادي الافريقي كان انتصر عليه في المتلوي بالذات ومباراه نجم نقولوا من فيها ست نقاط بالنسبه لزوج فرق قدميه وبالاخص في الوقت الحاضر لازم نردوا بالنا خاطر توا الزرقاء فرقه كما يقولوا معناتها توا ما لازمناش نزرقوا توا لازم نحضروا اي ماتش نلعبوه كل ماتش نحضروا له تحضير خاص خاطر نجم متلوي احنا اش علينا في الكلام اللي قاعد يتقال ماهمش خالصين ماهمش نعرف شنو كلام توا خاطر ملاعبين نجم يجيوك بروح اخرى ما في اخر لحظه تبدا يتغير كل شيء ان شاء الله نكونوا حاضرين للماتش هذايا وانا يذول حاضرين لولاد خاطر ماهمش يخموا في المتلوي برك المتلوي واللي بعد المتلوي واللي بعد بعده خاطر توا يعرفوا اللي شنو يستناو فيهم ويعرفوا الماتش اللي جاي بعد المتلوي شنو ان شاء الله الاولاد يكونوا حاضرين 100% وانا متاكد هما حاضرين وان شاء الله ربي يوفقهم خالد كيفاش تستنى المباراة المنتظرة بين نادي الافريقي ونجم المتلوي في اولمبيرادس نهار الاربعاء على 4:30؟ كان الكلوب باش يحبوا يلعبوا على البطولة لازم يربحوا المتلوي، أنا قبيلة سمعت الجزيري يحكي قال كل ماتش بدم معناها قبيلة كي يتكلم تحس الجوارات حاسين، اليوم الكلوب دخلت في ديناميك دو فيكتوار بعد الربح هذايا، نتصور ربح المتلوي واللي يخلينا نجموا نحلموا نجموا خاطر توا سي بوان على ليسبيرونس وعلى ليتوال. وغدوه باش تلعب كنت ليسبيرونس وليتوال واللي ديسا عندك انت كي تربحهم تنجم الاولاد كي يخموا في الماتش هذايا يعني ينجم يكون الماتش هذايا نعاودوا نرجعوا به كان فو با يعملوها ليسبيرونس ولا ليتوال نجم يكونوا بحذاهم. نادي الافريقي عنده قصه مع نجم المتلوي خصوصا انه انتصر على النادي الافريقي في الموسم الفارط ذهابا وايابا وايضا في ملعب رادس عنده مشكله مع نجم المتلوي في تونس. ممكن الموسم الفارط نادي افريقيا معناها عاش مشاكل والنتائج نتاعو كانت متذبذبه استغلها نجم التلوي لانه معناها نعطيه حق الفريق هذا اللي يتحسن برشا الاداء نتاعو مع محمد الكوكي يقدم موسم متميز جدا معناها استحق المرتبه الرابعه نتاعو عن جداره واستحقاق. ثمانيه مقابلات بين النجم المتلوي والنادي الافريقي، اربع انتصارات للافريقي، ثلاث انتصارات لنجم المتلوي وتعادل وحيد هذا في البطوله وزوز انتصارات للنادي الافريقي، معناها تبقى الاسبقيه الطفيفه على مستوى الارقام للنادي الافريقي. لكن انا نقول ان المباراه هذه باش تكون احنا نقولوا في المثل نتاعنا يضرب عصفورين بحجره واحده، انا نقول نادي الافريقي نجم وهذا بين الحجر لا نحن، اما الافريقي نجم يضرب 3-4-0 بحجره واحده من المباراه هذه، اذا كان يربح يفك ارتباطه مع نجم المتلوي بالنسبه للمرتبه الثالثه ونعرفوا انه تدريجيا المرتبه الثالثه ديما تعني كاس الكاف، معناها الترتيب مهم جدا ومن بعد ينجم ينقز للمرتبه الثانيه، يقترب ايضا من ثنائي طليعه يولي زوز نقاط على الترجي ونقطه على النجم الرياضي الساحلي، وايضا في حاله تعثر النادي الرياضي الساقسي في بنجردان انه ياخذ اسبقيه معناها عدديه حسابيه وايضا معنويه على منافسه نهار الاحد، معناها النادي الافريقي امام مباراه مفصليه مباراه هامه ضد نجم المتلوي، اذا كان ينتصر ينجم يحقق بها برشا اهداف وتنجم تعطيه شحنه معنويه كبيره لباقي السباق لانه نقطه ولا زوز نقاط على الترجي ولا النجم مع زوز مباريات يلعبهم معناها بعد النادي الرياضي الساقسي عنده الترجي الرياضي التونسي وبعد النجم الرياضي الساحلي، النجم يكون في المرتبه الرابعه بعد ثلاث جولات يلقى روحه في المرتبه الاولى. نجم نقولوا مباراة الموسم لنادي الافريقي امام نجم المتلوي. الموسم لا كان جروجوان شويه الكلام اللي قالوه الاولاد اللي كونوا كل مباراة معناتها اش معناها بدمها بلوتو معناتها بدمها كل جوار معناتها باش يحط اللي عنده الكل لكن سيرتو معناتها كل مباراة وحقيقتها معناتها عدل الماتش هذا بعد نحكيوا على اللي بعده خاطر المباراة هذه مهمة. جروجوان لبيب دون لو سونس اللي مباراة ساعة باش تفكك من الارتباط معناتها العددي مع المتلوي. مباراة تخليك اليوم باش تحط ضغط أكثر على الناس اللي قدامك في الكلاسمون، مباراة باش تخليك تو أنونس فريمون لا كولور كو أنت راك باش تكون في البلوتون دو تيت في آخر الموسم، فمباراة معناتها مباراة مهمة متخيلة باش تكون مباراة كبيرة معناها بعد غدوة في رادس. النجم المتلوي من سنسي قلق الأندية الكل، نجم المتلوي نذكروا عملوا النجم هذا الساحلي انهزم معاه
مباراته مع الترجي واحد بلاش مع الترجي فرصه الاخرانيه ثلاثه كور على العارضه في في الدقيقه 90. ففريق معناتها ففريق محترم برشا ويستحق المكانه اللي هو فيها اليوم. بوس سمعت شويه الاشكاليات الاداريه اللي عندهم في النهار بشكل ماديه كبيره ينجموا يكونوا ما نعرفش اذا كان صحيحه ولا لا، لكن سوكي سرتالي هما باش يكون عندهم موتيفاسيون سور تيران، ماذا بينا معناتها ما نركزوش مع المشاكل نتاعهم هما الاداريه باش يكون عندهم موتيفاسيون سور تيران، خاطر هما يعتبروا روحهم هما معناتها شبه ما نحبش نقول دابا لكن من الفريق اللي تقلق للدوري الافريقي، وهذا ماهوش غلط، لكن ان شاء الله مباراه تاع غدوه باش تكون عندها حقيقه اخرى، خاصه كونه لا ديناميك دو فيكتوار هذاك علاش تساعد كونك تلعب ضد فرق في بعض الاحيان ما تكونش معناتها قويه، هذيك تخلق لك ديناميكيه وتعطي اكثر ثقه كسوى للاعبين اللي طار وزاد للجمهور، والجمهور كالعاده ان شاء الله باش يكون حاضر وان شاء الله باش يكون معناتها خير سند معنا ومعناتها النادي الافريقي في المباراه هذيا. مباراه مشكلة 4:30 وتحكيم لاسيم بالخواص، وكان عندك مضيف المباراه فما حاجه محمد هادي السنه الكلوب تحسها منظمه حتى في الوقفه نتاعها تو العوام اللي ربحتنا المتلاوي، المتلاوي يطيحوا البلوك اللوطا ويلعبوا الكونت. الكلوب كانت قبل حتى كي خسرنا كونتر المتلاوي ساعات تخلط لك الثلاثه كونتر ثلاثه، اليوم في الكلوب افريكان كي شفت سير لو بلون تكتيك خاطر ليكيب سي لو ماتش دو مارك دو لونترونور. اليوم الكلوب افريكان في الفاز ديفونسيف تشوفها ناس واقفين بالكدا، دونك اليوم ما عادش العشوائيه وك اللعب نتاع العوام اللي تعداو تحس قبل سي دو نامبورت كوا، فهمت كيفاش؟ اليوم الكلوب منظمه ماهيش باش تخسر كونتر المتلاوي وكي لازم يربح، وفما حاجه لازم يربح المتلاوي وتخمم في ربحان في ماتش واتك، تو اليوم ما عادش يخموا في الخساره ولا ماذا بينا ديما خموا في الربح. ديما نحكي على مباراه الماراثونيه يوم الاربعاء مع نجم المتلاوي، ثم النادي الافريقي باش يتحول لصفاقس مع الجوله الاولى من مرحله اليافي مرحله البلاي اوف والكلاسيكو المتضرر اللي شفنا فيه برشا كوره في مباراه الذهاب. ايقاع سريع ماراثون من المباريات الهامه، خاصه نقول للنادي الافريقي اللي يجي ثلاثه مباريات ضد الفرق اللي تلعب على الالقاب، الفرق الكبيره نادي الصفاقس الترجي والنجم الرياضي الساحلي، مباراه تكون قمه نهار الاحد في ملعب طيب المهيري بصفاقس. ان شاء الله نقول ان الروح الرياضيه هي اللي تفوز على الاقل في قمه من القمم، نلقاو روح رياضيه ونلقاو ملاعبيه معناها تخمم باش تمتع الجمهور، نلقاو مسؤولين يحترموا بعضهم ويحترموا الناس اللي قاعدين يتفرجوا. احباء النادي الافريقي باش يكونوا موجودين في ملعب طيب المهيري بصفاقس بعد ما تفتحت الابواب امام الزائرين في هذا الملعب في المرحله الثانيه. ان شاء الله نشوفوا طبق كروي دسم لانه صوره تونس في الميزان، شفنا برشا مباريات بكل صراحة على المستوى التنظيمي والمستوى الأخلاقي، خلينا نقولوها بعيدة ياسر على القمم، ما نحبش نقول كلمة أخرى ونزيد نقطة وتولي مشكلة كبيرة، أما المهم أنه إن شاء الله المباريات هذه ما تحيدش عن الروح الرياضية ونشوفوا مباريات كبيرة، وعادة مباريات نادي الإفريقي وراه النادي الرياضي صفاقس إن شاء الله نتفرجوا فيها على التلفزة، ديما تبقى الإشكاليات زادة على إن شاء الله التلفزة لحد الآن مانيش عارف أنا تعدى المباراة ولا لا، والله بلاغ وبلاغ مضاد وتبرير وواحد هذه المشكله نتاع الكوره، بعدنا ياسر على كره قدم ولينا لاهين بالقشور، حتى الجمهور مش مركز على مباراه معناها كيفاش باش يتفرج الشيخ فين باش يتفرج، هذا هو السؤال المطروح، هذا يشنجوا زيد يشنجوا اكثر يولي يتلز ممكن اكثر باش يمشي للسوق السوداء خاصه الصفاقسيه ويتبع امور كما قلت مباراه النادي الافريقي والنادي الصفاقسي عاده ما تميز بالجماليه والاهداف واللوحه الرياضيه، وهذا اللي ان شاء الله نستناو ان شاء الله ننتظروا لوحات كرويه متميزه مع المباريات الماراثونيه. سي سلاح صحيح صحيح توا معناتها ديما نشوف مباراة نادي صفاقس في كلوب افريكان ديما الماتشات نتاعهم سواء في تونس والا في صفاقس تتعدى ماتشات حلوه برشا، الناس كل تبدا تستنى فيها بدقيقه ودرجه باش تتفرج فيها، ان شاء الله الماتش هذا الجاي يتعدى ماتش معناتها كبير ونتفرجوا في كره، معناتها ما نتفرجوش في حاجات معناتها خارجه على النطاق معناتها كره القدم، انا متوقع ان شاء الله قلت ربي باش تعدى ماتش باهي وان شاء الله الكلوب تعدي ماتش باهي وتربح. واضح، شكرا لك على حضورك سي سلاح الفيسي وان شاء الله تنورنا في حصصنا القادمه. زميلنا اذا لبيب شكرا على حضورك، لو كنت تحب تكلمت الختام بسرعه. يعطيكم الصحه على الاستضافه وبالتوفيق والنجاح للنادي الافريقي وان شاء الله نكونوا موجودين معكم في مناسبات قادمه. بكل انا زهري بخالد بخالد شكرا لك خالد ايضا اقول قصي المعلم رشيد اليوم تم تعيينك رسالتك لجمهور النادي الافريقي وايضا نشكرك شكر خاص بكل صراحه اللي قضيته قبل ايضا وتعاملك مع الزملاء العالميين وهذا واجب انه نشكرك ايضا خصوصا في اول حضور واول ظهور اعلامي على سي تي في.
لا شكر على واجب ساعه، وذي مهمتنا احنا في النادي الافريقي كوننا باش نعطيه صوره طيبه للفريق نقبل كل شيء. نحب نعاود نشكر في بعد الفرصه الاولى، نشكر رئيس النادي الافريقي سي سليم ريح اللي عاود منحنا الثقه، واللي هي مش سهله معناها الثقه ذي في ظرف كيما كان صعيب، في ظرف خاصه بعد الاحداث اللي صارت في الفتره الاخرى. ما نظنش كان الناس الكل كانت تتمنى تكون في بلاستي في الفتره ذي، لكن ما نساش نحب نقبلوا الديفي وثم ثقه متبادله بين احنا وسي سليم الريحي. نشكر كافه اعضاء الهيئه المديره تاع النادي الافريقي والهيئه التنفيذيه للمجهودات خاصه في الموسم هذا، اللي كان الموسم صعيب برشا، وراهو اليوم انا نحب نذكر الناس بتاتر اذا كان جينا نحكيو في جويليا 2016 ولا اوت 2016 نقولوا لهم راهو في مي افريل 2017 باش يكون الفريق مترشح لدور مجموعات كاس الكاف ودور نصف نهائي كاس تونس، وفي البلوتون دو تيت نتاع البطوله تاع تونس قبل 6 جولات كانت الناس كل تصح عليها الوثيقه هذيك وتقول لي نقبل. واليوم نادي الافريقي هكاك فيعتبر الموسم الى حد الان يعتبر موسم جيد الى حد الان، والحاجات اللي باش تجي اكثر اليوم باش تكون في طي النجاح. فحاولوا نكونوا معناتها واقعيين في التحليل نتاعنا، معناتها ذاك علاش لازم نشكروهم الكل، معناتها اعضاء معناتها السيد سليم الريح الاصغر عضو معناتها في معناتها نحكي في العمر معناها في الهيئه المديره تاع النادي الافريقي، خاطر ما كانش موسم ساهل، معناتها موسم كان فيه برشا تجاذبات، كان فيه برشا بريسيون، لكن ما تم انجازه في الموسم هذايا باش يقعد معناتها باش تقعد النادي الافريقي تاخذ منه وتاكل منه في الاعوام السابقه معناتها في الاعوام القادمه. واضح وكهو ان شاء الله ما غير ما ناخذوا اكثر برشا حاجات ماذا بينا نقعدوا في تجنب. شكرا لك اذا رشيد، ولكن ميساج لجماهير النادي الافريقي، ما عندهمش دروس ياخذوهم جماهير النادي الافريقي، لكن ما هو يقين اللي كونه النادي الافريقي اليوم ينافس كل اسبوع معناتها عنده مباراه فيها ضغط، معناتها ينافس على مباراه مهمه، معناتها من هوني بحول الله حتى الاخر الصيفه، وهذا ديجا معناتها سي كيلكو شوز دو بوزيتيف تخلي الناس الكل كيما العاده باش تكون ملمومه حول النادي ان شاء الله، خاطر نجموا نخلطوا الاهداف كنا الكلنا نحبوا بها وكلنا نحبوها تتحقق. فوالا والله ولي التوفيق وان شاء الله ربي معنا الناس الكل. شكرا لك وربي يوفقك في العمل نتاعك. شكر خاص لشيماء شمام في الاعداد، وايضا مالك ساسي في العمل الصحفي والاعداد، وايضا عاطف الغانمي في الاخراج وكافه التقنين والمصورين. هذه تحيه محمد ديدي بالعربي، ان شاء الله نتقابلوا الاثنين الجاي.